السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم، أنا أخوكم حارث العوادي من فريق جيسن ميديكال إدوكيشن، واليوم إن شاء الله مستمرين مسلسل أماكن مايكروبيولوجي بخصوص جزئية الباراسايتولوجي. موضوعنا اليوم بعد ما تحدثنا عن البروتوزواز اللي تسبب لنا جي آي تراك إنفكشنز، اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن البروتوزوا اللي تسبب لنا شنو سنترال نيرفس سيستم إنفكشنز. يعني شنو؟ يعني البارازايتات أو الطفيليات اللي تسبب لنا التهابات بالجهاز العصبي او بمركز الجهاز العصبي اذا صح التعبير. يعني ليش؟ لان احنا عندنا شنو؟ عندنا السنترال وعندنا بريفيرال. هنا راح يسبب فقط بالسنترال. السنترال اللي هو شنو؟ البرين اند سباينال كورد. اما التفرعات هذا بحث اخر اللي هو يسمى بالبريفيرال، اي جانبي، الجهاز العصبي الجانبي والجهاز العصبي المركزي. خلينا نطرق المن على الاورجانزمات اللي عندنا راح نناقشها ان شاء الله بالحلقات هذه. هذه المجموعة تحتوي على أهم ثلاثة أورغانيزمز نحتاجها بالمنهج. طبعاً أنا دائماً أذكر وأعيد وأكرر الأورغانيزمز ما محصورة بثلاثة، ولكن هذه أكثر ثلاثة معروفة وأكثر ثلاثة مهمة واللي نحتاجها بالمنهج. أما بالواقع ملايين من الأورغانيزمز قد نكون نعرفها، وأورغانيزمز قد نكون أصلاً ما اكتشفناها. العلم متطور دائماً، في دور التطور وفي طور التطور، وتذكروها هاي دائما جدا مهمة. ليش؟ على مود لا تخلي ليميتس او حدود تفكيرك، دائما خليك متوسع الافق لان العلم فيه تطور، وراح نتطرق لهذه الامور ان شاء الله بكل محاضرة. جيد، عندنا هنا اللي لازم ندرسهم ثلاث اورجانيزمات الاساسية. زين، الاورجانيزم الاساسي هو توكسوبلازما غونداي، هذا معروف غوندي يسموه العرب بالخصوص، هو توكسوبلازما غونداي لانه دبل اي. واضح؟ خلينا نجي المن نايجليريا شنو؟ فاوليري. نايجليريا فاوليري. هسا اول واحد توكسوبلازما غونداي، الثاني نايجليريا فاوليري، الثالث ايضا من اشهر اورجانيزمات موجوده هو ترايبانوسوما. ترايبانوسوما بروسي. ترايبانوسوما بروسي. نعيد هنك لفظ عن نضل بالك. اولا شنو؟ توكسوبلازما غونداي، ثانيا نايجليرا فاوليري، ثالثا ترايبانوسوما شنو؟ بروسي. خلينا نتطرق الاول واحد. هسه هذه احنا عرفنا البروتوزواس اللي لازم نناقشها، شو السبب لي التهاب بمركز الجهاز العصبي، اي الدماغ وشنو؟ والحبل الشوكي. هذا السنترال. لما نيجي الأقسام توكسوبلازما غوندي، نايجليريا فاوليري، ترايبانوسوما بروسي. الجزئية الأولى أو أول سكشن راح نتحدث عنه اليوم هو توكسوبلازما غوندي. توكسوبلازما غوندي هذا الأورغانيزمز يكون موجود بالمرضى مناعتهم جيدة، اللي احنا قلنا المناعة الطبيعية نسميه إميونو كومبتنت، وبالمرضى اللي هم مناعتهم ضعيفة اللي هم إميونو كومبرومايزد. صحيح، ضعيف المناعة إميونو كومبرومايزد، جيد المناعة إميونو كومبتنت. زين، خليني أوضح لك أمور. أول شيء شنو؟ في حالة الإميونو كومبتنت اللي مناعته جيدة، هذا المرض يشابهن مرض اسمه المونوكولوسيس، أي مونوكولوسيس لايك سيندروم. يعني شنو؟ يعني عندي أعراض تشبه أعراض المونوكولوسيس اللي هي شنو؟ صداع عالي، درجة حرارة عالية جدا، بعض الأحيان هذيان، المريض يبدي شنو؟ يحس أمور ويتخيل أمور، هالسونيشن إلوجينز يصير عنده. هذا المرض يسبب عن طريق فيروس اسمه إبستن بار فيروس، تمام؟ وأيضا يسمى بالكيسينج ديزيز، لأن هو ينتقل من الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر عن طريق القبلات اللي بيها امتزاج باللعاب. انتبه، مو فقط تبوس، لما تبوس وأكل انتقال لعاب بين الشريكين، فهذه الأمور تنقل لك هذا الفيروس. انتبه هنا، إيش عندي يعني مونوكلوسيس لايك سيندروم؟ يعني عندي هذا المرض شبيه بالمونوكلوسيس. شلون أفرقه؟ ببساطة، بالمونوكلوسيس عندي تحليل اسمه بيتروفيلز أنتيبادي تيست، هذا يقيس لي أنتيباديز، مفروزات من جهاز المناعة مالتنا، هي جزيئات بروتينية طبعاً أنتيباديز، مين مفروزة؟ أي نوع البروتين؟ جلوبيولين، مو صحيح؟ اللي هو إميونو جلوبيولين، تمام؟
فهذه الجزيئات البروتينيه مخصصه لهذا المرض احنا نسوي لها ديتكشن اللي هي هيتروفيلز. هيترو معناتها مختلف الشكل، فعندي جزيئات مختلفه الشكل ونقدر نحددها. وين يكون بوزيتيف هذا التيست؟ بالمونوكلوسس. هنا راح يصير عندي الاعراض موجوده، بدنا نسوي التيست راح يطلع لي نيجاتيف هيتروفيلز انتيبوديز انتي بودي تيست. فلذلك انت تقرا هذا لايك سايندروم معناته يشابه مرض معين، ولما يشابه هذا المرض المعين لازم تنتبه انه اروح على المرض الاصلي اللي يشابهه اسوي تحليل سبيسيفيك، اذا طلع نيجاتيف يعني هذا تشخيص غير معروف. وضحت الفكره؟ اذا عندي الديزيز انطيني اعراض كثيره تشابه لي المونوكلوسس، واقدر اسوي ديفرنشال دايجنوستس وابعد المونوكلوسس عن طريق الهيتروفيلز انتي بودي تيست. زين، في حاله المناعه، لا المريض اللي مناعته شبيهه كومبرومايز او محبط، بيا حالات جاي الايدز بالخصوص الايدز، تمام، اللي هو اوريدي عنده ديفيشنسي، لان انت مرات المريض عنده اتش اي في فيروس ولكن هو مو اميونلي كومبرومايزد، تمام. هذا المريض الايدز اللي هي الاكوايرد ديفيشنسي، تمام، عنده نقص بالمناعه. زين، نجي هنا بالايدز ايش عندي اني؟ عندي عفوا هنا اكو خطا، شوف شوفين عندي acquired immunity deficiency syndrome، واضح؟ اللي هو الايدز، تمام، او الايدز، هو معروف بالايدز ولكن هو كقراءه للمختصر ايدز. انا مدرس عندنا acquired immune deficiency syndrome، هذه اوريدي المريض ايش فيه؟ مناعته هابطه. فانا شلون اتعامل يا هذا القضيه؟ انتبه، هسه حكينا على المريض العادي، راح نجي هنا انتبه هنا شو يصير بالمريض هذا؟ يصير عندي برين ابسيسس. برين ابسيسس هنا شو يقول لك؟ يوجوالي سين ان از مالتيبل رينج، شنو هذا؟ انهيسنج ليجنز. زين، بالمناسبه المالتيبل رينج انهيسنج ليجنز تيجي بمرض ثاني، تمام، راح نذكر هسه بالجزئيه من الجزئيات. نتطرق له القضيه المهمه هذه الليجن تكون موجوده وين؟ تكون موجوده بالدماغ، نكتشفها عن طريق الامراض، تمام. هذه وين تكون؟ بالكونجنيتال توكسوبلازموسس. قبل هذا خليني اوضح لك شنو الابسس شلون يتكون. بالمناسبه الابسس هو كولكشن اوف باس، يعني شنو؟ يعني تجمع معين لمن؟ للقيح، تمام. القيح هو لما تكون عندك معركه بين اورجانيزم معين كائن غريب وبين كرات دم البيض، فراح يكون عندك مخلفات المعركه شنو؟ اموات ومعدات، تمام، والناس المنتصره والبيئه. فاذا انتصر الاورجانيزم علينا ايش راح يسوي لك؟ راح يكون لك القيح اللي هو الباس. الباس هذا هو شنو؟ ديد وايت بلاد سيل، خلايا كريات دم بيض ميتة، يعني هزمنا هذا الكائن. والديبريس أي آثار الحرب، المخلفات ما جدران، الأبواب المتكسرة، تمام، هذه تكون ديبريس. ثالثا البيئة الموجودة اللي هي السائل. رابعا الجزء المنتصر اللي هو الأورغانزم. فهذا البص اللي هو لازم ننظفه، اللي شبهت لكم يعني ما تقدر تشيل، محاضرة سابقة ما ذكرته، ما تقدر تشيل المخلفات اذا ما تشيل البيئه كامله، ويغادرون الناس يشيلون الموتى ويشيلون شنو الاورجانيزمز دول، الجيش الموجود على مود اقدر اعالج المنطقه المنضره. على العموم، اما الابسس اللي هو هنا يتجمع هو مجرد نفس هذا الباس ولكن بمنطقه معينه، صح، بمنطقه معينه، ودائما لما يكون موجود يضيق لي على العضو، يسوي له كومبريشن عليه، لذلك يصير عنده صداع ويسوي حراره، تمام، عند المريض، لان بيئه بكتيريه،
تمام، وبيئة أيضا بيها توكسينز عالي، سموم عالية، والسموم مال بكتيريا هي تسبب لنا طبعا نذاكرين هذا الشيء، بالإضافة إلى الانفلاميتري بروسيس هم يسبب لنا شنو؟ يسبب لي الحرارة. زين، شنو اللي أريد أذكره؟ هسه ذكرنا أنه هو يجي يصير عندك مالتيبل رينج انهانسمنت ليجن، وهذه هنا إن شاء الله راح تطلع الصورة مالتها تمام، أو تطلع لك صورة كاملة. الصورة هذه الكاملة راح تشوف شنو اللي أقصده بالمالتيبل مالتيبل رينج، اللي هي الدوائر المتعددة إذا ترجمتها. الانتقال شلون يكون؟ يكون انتبهوا وياي، يكون عن طريق الأم، من يقول لك congenital toxoplasmosis. بالمناسبة هو يجي عن طريق الجي آي، هنا إذا تشوف الترانسميشن يجي عن طريق الجي آي. شلون ينتقل؟ ينتقل عن كسيست موتروفوزاي، كسيست، والسيست تكون موجودة باللحوم، اللحوم أشهرها اللام اللي هي لحم الغنم، وثاني أشهر واحد اللي هو أو متساويات الشهرة موجودة بهذه اللحوم، لحوم الخنزير طبعا. زين، نجي هنا يجي على شكل أيضا، بالمناسبة هذا كغذاء، يجي هنا على شكل أوسايتس كبيوت، وين؟ بالكات فيسيس، بخروج وفضلات منو؟ القطط. زين، هنا شي يقول لك كروس بلاسينتا. هذا الموضوع جدا مهم. شكو وحدة أو مرأة أو حتى عائلة عندها شنو؟ عندها قطة بالبيت، لازم هذه القطة الأم إذا حبلت أو صار عندها حمل لازم تبتعد كل البعد عن القطة، ما يهمني تحبها قطتها، لازم ترعيها نهائيا وما تتقرب لفضلاتها أبد، ولازم تكون دائما بمعلومة وبحرص أنه ممكن تصير عندي هذا المرض. لازم تتعلم، المريض لازم يكون educated في حالات معينة خصوصا. لذلك هذا فائدة الفاميلي فيزيشن، أنه أنت عندك دكتور خاص بك، هو يوجهك يعلمك ينطيك تعليمات، مو صحيح؟ فهذا الموضوع جدا مهم. الحامل لازم شنو؟ تكون بعيدة كل البعد عن القطط لأي بأي ظرف كان، لازم 100%. ليش؟ لأنه أنت أسأل قلي أنا قابل أكل الفضلات؟ لا، بصورة أو بأخرى راح تنتقل عندك بالدايجستيف سيستم. من تروح للدايجستيف سيستم هناك تتحلل وتتحول من البيوف تمام، أو حتى السيست إلى تروفوزايت. تروفوزايت شغلتها شنو؟ انتبه هنا، خلي أفاجئك إيش راح تسوي هذه الكائنات. هنا عندي هذا المايكروفيج تمام، مايكروفيج هو شنو؟ خلية من خليات الجسم اللي يفرزها على مود مناعة، صح لو غلط. يجي هذه تدخل وين؟ داخل المايكروفيج. من تدخلي داخل المايكروفيج راح تظل تزداد 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 تمام، إلى أن شنو؟ تنفجر. من تنفجر المايكروفيج وين يكون موجود؟ موجود داخل الدم. من تنفجر الناس راح يصير راح تعبر البلاسينتا اللي هي المشيمة اللي عند الأم، تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الطفل. نطب للسيركوليشن مع الطفل راح تقدر تعبر البلد برين بارير، وراح تقدر تدخل إلى من؟ للدماغ، وراح تسبب لي التهاب بالدماغ، وهذه الفكرة، أو حتى لو بالجسم وبعدين ينتقل إلى الدماغ. من ينتقل للدماغ شو راح يسوي؟ راح يسوي لي برين أبسس اللي هو كونجنتال. هاي الآلية شفت، هي وحدها ما تقدر تخترق وتطب مجال الدم، ولكن المايكروفيجز الموجودة تهاجمها وهي تقدر تدخل بداخلها وتدخل تخترق الجسم. لطيف. زين، اكو ترايد معناتها هذا جدا مهمة ايضا ولطيفة. ترايد معناتها اعراض ثلاثية تيجي بوقت واحد تمام. تراي ثلاثي، اد تراي اد يعني مساعدة ثلاثية. مثلا انا احاول اقرب لك اياها طبعا. وين نجي هنا؟ هي هنا شوف كلاسيك ترايد، وهذه الفكرة. الكلاسيك ترايد يعني شنو؟ كلاسيك هو الشيء دائما يكون بشكل واحد. فالترايد هاي الاعراض اذا اجتمع عن ثلاثتهم يثبت عندي هذا المرض، وهذه الفكرة. فاذا وين مثل جت ترايد؟ اذا هي ثلاث اعراض اذا اجتمعت تثبت لك مرض معين. الترايد هاي شنو هي؟ انتبه هنا، كوريو شنو؟
ريتينايتس، كوريو ريتينايتس. كوريو طبعا ريتينايتس هي شنو؟ هي ريتينا مال عين، والريتينا يكون بها التهاب راح يصير ريتينايتس. شنو الكوريو ريتينايتس؟ هنا يرجع معلوماتك بالاناتومي. الكوريوت هو ايضا مو اللي بالحمل واللي بالمرأة، لا، هذا البلاد سبلاي والفاسكولاريزيشن اللي تغذي لك العين من الجهة الخلفية هذه قبل لا تنقطع ويبدأ التغذية عن طريق السوائل. فهذا الكوريو ريتينايتس هو التهاب الفيزلز مال العين مع التهاب الشبكي. اذا اقول انا بس شنو كوريوتايتس على سبيل المثال، يكون عندي التهاب بس بالكوريويد اريا هذا مال البلاد سبلاي، ولكن كوريوريتينايتس عندي التهاب بالبلاد سبلاي وبمن بالشبكيه نفسها. طبعا هنا ايضا هم راح احاول احط لك صوره، هنا شوف الصوره انتبه عليها، راح تشوف شلون البلاد فيزلز شلون متاذيه وملتهبه ويكون بها سبوت لايك يعني بقع. زين هايدرو شنو؟ سيفالي. هيدروسيفالي، سيفالي باللاتين معناته دماغ او نسيج عصبي، هيدرو معناته سائل، اي تجمع المياه وين؟ بالدماغ. هسه عاد باي صوره من الاشكال ما يدخل اني هل هو باس او مو باس. اكو هيدروسيفالي، اكو سائل زياده بالدماغ يضغط له على الدماغ، صار عندي شنو؟ هيدروسيفالي، صار عندي التهاب بالعين او بالاوعيه الدمويه مال الشبكي. زين انت انترا كرينيال شنو؟ كالسيفيكيشن. هذا معناته احنا عبرنا ستيج طويل، مرحله طويله. لما يصير عندي تكلسات داخل الدماغ هذا شنو؟ هذا معناته الالتهاب صار لفتره، ما لان تكلسات تجي عن تراكمات فتره معينه، ما تجي بيوم واحد يصير عندك تكلس. تمام، مثل يعني على سبيل المثال اضرب لك مثال، انبوبه المي اللي يكون عليها املاح، انت ترش عليها ملح راسين تكلس؟ لا، هذه تكون من الاملاح اللي موجوده بالماء او التاب ونفسيته الانبوبه، وهذه الانبوب الحديد ما يكون بطبقه وقايه من هذه الاملاح، فيصير ترسب معين، الترسب يتحول الى كلس. يعني شلون؟ يعني يصير عباره عن نقاط نقاط الى ينبني يكون جدار متشابه. فهمت شنو معنى الكلس؟ نفس القضية هنا. إذن هيدروسيفالي كالسيفيكيشن زائدا شنو؟ كوريو ريتينايتس. واضح عند الكلام؟ جيد جدا. الانتقال ذكرنا عليه وقلنا ينتقل عن طريق اللحم أو الطعام، وبالحوامل جدا خطر التقرب من القطط. القضية المهمة شلون تقول لي شلون دكتور ينتقل عن اللحم؟ يعني ما ناكل لحم؟ لا، اللحم الغير مطبوخ جيدا او اللحم النيل. واي ناس خصوصا الثقافات الغربيه تكون مشهوره عندها اللحوم اللي اندر كوكت او ما يسمى بالستيك. تمام، الستيك يكون مطبوخ اكثر من الخارج ويكون جوسي ولونه احمر من الداخل. تمام، فهو جدا طيب ما اختلفت وياه، ولكن خطر على الصحه. زين يجي هنا يجي نسوي سيرولوجي. تمام، هو تحليل ناخذه يبين عندي الارتفاع النيوتروفيلز، يبين عندي ارتفاع اي نوع من انواع الليكوسايت، يبين لي الالتهاب. زين عندي هنا بايوبسي. البايوبسي هو شنو؟ ادخل مكان التهاب معين واسحب خزع. تمام، الخزع هذا يعتمد على الاغلب هو يكون برين بايوبسي، تقنيات عاليه الدقه. تمام، او بايوبسي من اي مكان ممكن انت تحصل مكان انفكشن معين. مو محورنا هذا، هذه المحاور بتجيك بالستيب 2 لما شنو؟ لما انت توسع بالمرض بكل تفاصيله. وضحت الفكره؟ لما انت هسه عرفت هذا المرض انا هسه اوصلك لحد ما تعرف المرض، بعدين من انت فعلا تصير ان شارج يعني مسؤول تريد تعرف شلون تستخدم البايوبسي والسيرولوجي، هذاك محور ثاني، هذا الستيب 2. هذا فرق الستيب 1 اللي ندرسه عن الستيب 2. واضح الفكرة؟ حتى العلاج أنا أذكرك بصورة عامة، ولكن هو بالستيب 2 أنت تجي تأخذ الجرع، تأخذ الفيرست لاين تريتمنت، كمية تكون هالقد ملغرام، بعدين تزود، بعدين إذا ما استجاب أحوله أوبر مثلا، مو صحيح؟ ف
فانت لازم تكون على بينه من هذا الامر على يعني تعرف اليه التدريس. زين اكو هنا هذا يصير شنو تاكي زويتس. التاكي زويتس هذه جدا لطيفه، تجي هنا تبين عندك تحت المنشار بشكل هلالي، تمام؟ شكل مالته شلون يكون هلالي؟ اوضح لك شلون، يعني احاول اقربها. تجي هنا عندك اللون الازرق، خلينا نستخدم هذه البيئه تكون تحت المنشار ورديه، تمام؟ يجي التاكي زويت، تمام؟ بهالشكل هذا. واضح الفكرة؟ فأنت إذا أخذت بايوبسي ولقيت عليها نظرة في المجال المتطور، راح يبين عندك التاكي زويت اللي هي الخلايا اللي تكون هلالية الشكل، أو ما يسمى بالكريسنت سيل اللي هي همتين شكل هلال. تمام؟ هذا شنو؟ هذا من ناحية الدياغنوسيس. أما من ناحية العلاج، بالمناسبة قضية العلاج جدا مهمة. ذكرنا إنه الحالة تكون بالمريض تختلف من مريض لمريض. طبعا المريض الأول لما يكون مناعته جيدة، وهذا نستخدم له choice of treatment، first choice of treatment الأول ك من نتأكد من الدياغنوسيس لازم نستخدم هذا، الإنسان العادي أو الإميون كومبرومايز. أما حالة خاصة بالإميون كومبرومايز، يعني الإميون كومبرومايز العادي المريض اللي عنده إيدز ومناعته نوعا ما بعده بيتطور مراحل البدائية، أي شيء فوق CD4 إحنا شو نقيس مناعة أبو الإتش آي في على أساس تي كيلر يبدأ يقلن، أكو 400 أكو 200 أكو 100 أكو أقل 100، صحيح؟ وحتى أكو الطبيعي عالي، هذاك يتعالج كله بصوره طبيعيه بهذا الني اللي هي سولفا دايا زينت، سولفا دايا زينت، وعندنا بيرا ميثاماين، بيرا ميثاماين سولفا دايا زينت، تمام؟ او سولفا دايا زينت اذا تريد كيف، سولفا دايا زينت والبارا ميثاماين. زين اللي اريد اوضحه شنو، هذا تريتمنت كامل. اكو عندنا بروفيلاكسس في حال انه انا شاك بالمريض والمريض ممكن يكون عرضة شنو الى هذا المرض وعندي نوع من الاعراض مرات، تمام؟ واكو شروط، المريض لازم يكون اميون كومبرومايزد، تمام؟ ولازم يكون السي دي 4 مالته، سي دي 4 واضح عندي هنا سي دي 4 اقل من 100 سيل، تمام؟ سي دي 4 اقل من 100 شو استخدم له؟ تي ام اكس زائد سولف، هذا الكومبينيشن تكلمنا عنه بالبكتيريولوجي وقسم الانتيبايوتكس، وذكرنا هو كومبينيشن دائما يستخدم ككومبينيشن لانه بيناتهم علاقه مع الانتراكشن، واحد يقوي الاخر، تمام؟ اللي هي العملية تسمى بالساينرجستيك. شنو الساينرجستيك؟ انه استخدم علاج مع علاج معين التأثير ما تنيقوه على عكس الانتراكشن اللي يصير الثاني اللي هو ادابتيف، اللي هو اذا استخدمت واحد يلغي اثر الثاني. هنا الساينرجستيك افكت اللي هو تراي ميثوبريم، هذا التيم فون، هذا تيم اسف اني تي اي ام زائد السولف او السولفكس، تمام؟ اللي هو سولفا ميثاكسازول، تمام؟ سولفا ميثاكسازول اللي هو جزء من السولفانامايدز. هناش عندنا نستخدم له تري ميثوبريم زائد سولفا ميثاكسازول سويته ك شنو بروفيلاكسس، ممتاز. هذه القضيه دائما ما يغلط بها الطلاب، اكتب لك هنا رو في اكسس من هجي اليو اس ام اللي مذاكر هذا القضيه خصوصا في 2018 وما ننبه عليها، ولكن هي تجي دائما بالاسئله. ليش؟ لان منهج اليو اس ام هو ريفيو، كتاب ملخص يساعدك ايضا على المراجع. هذه الامور المفروض انت دارسها بما وقت دراستك الطبيعي.
زين بروفيلاكسيس سي دي 4 اقل من 100 في حاله الاميون كومبرومايزد ايدس تريميثوبرين زائدا سولفا ميثاكسازول. يجي هنا العلاج العادي الفيرست تشويس شنو؟ سولفا ديا زي نت. سولفا ديا زي نت زين. والثاني ويا شنو؟ بري ميثامين او برايميثامين. بس هذا كل اللي نحتاج نعرفه عن من؟ عن التوكسوبلازما جوندي. اتمنى ان الحلقه لطيفه بسيطه، حاول تراجعها تستوعب الامور اللي بيها ببساطه، ماكو اشياء صعبه جدا. واي ملاحظه تقدر انت تراسل الموقع، اي محاضره تحتاجها تقدر تدزلنا ايميل سوي بي سجشن، ممكن احنا باقرب وقت نرد عليك، او حتى على صفحتي الخاصه بالتواصل الاجتماعي وانا ان شاء الله اسوي لك اياها باقرب وقت ممكن. على العموم محاضرتنا الجايه راح تكون على النايكليريا اللي هي فاوليري. اتمنى الحلقه كانت بسيطه وسهله، حتى نلتقيكم في حلقه قادمه. اترككم في رعايه الله وحفظه.